لافتة عريضة لم تحمل هذه المرة شعارات، بل حملت اسما جديدا لجامعتهم التي تواصل التحدي منذ بدء العام الدراسي، وعبارات تنادي بحماية حرمها من دخول أفراد وزارة الداخلية. جامعة الأزهر وفعالية جديدة في مدينة الطلاب جاءت ضمن فعالياتها المنددة بالانقلاب والرافضة للحكم العسكري، فعالية جاءت هذه المرة ربما لتخلد ذكرى ضحايا القمع وتعبر عن رفض عودة الدولة البوليسية من جديد. لافتة مداخل المدينة الجامعية لم تكن هي الوحيدة، فقد أعقبها لافتات أخرى على جدران المباني تخلد أسماء وقعت غدرا برصاص الأمن، إجراء وجد فيه الطلاب ضالتهم ردا على ما اعتبروه تجاهلا تاما من سلطات قالوا عنها إنها لم تحترم حقوقهم ولم تعترف حتى بقتلهم، بل أصرت على أن تقتل فيهم كل روح للثورة أو حتى للتغيير. مسيرات وهتافات انتهت كغيرها، فقد كان لقوات الأمن رأي آخر. الأمور تصاعدت سريعا وتدخل الأمن في المدينة الجامعية لفض التظاهرات مستخدما قنابل الغاز المسيل للدموع حينا ورصاصات الخرطوش أحيانا. المظاهرات جاءت ضمن موجة ثورية يقودها طلبة جامعة الأزهر للمطالبة بالقصاص ممن قتل زملائهم والإفراج عن المعتقلين. مواجهة مظاهرات طلبة الأزهر لم تقتصر على الجانب الأمني، فقد أعلنت الجامعة في آخر إحصاءاتها أن مجموع الطلاب المحالين إلى مجالس تأديب منذ بدء العام الدراسي وصل إلى 785 طالبا وطالبة، فصل منهم حتى الآن فصلا نهائيا 52 طالبا فضلا عن حالات الفصل المؤقتة. إجراءات رغم صعوبتها لم تفت في عضد حراك طلابي مشتعل، حراك يصر على استكمال الطريق لنيل أبسط الحقوق في الرأي والتعبير.